انا عايز اعرف بس الدعم اللي موجود في شمال سيناء بالنسبه لاطقم السيارات والاطقم العامله على السيارات. طب صح كده يا باشا، احنا عندنا 50 عربيه دلوقتي موجوده على المعبر جاهزين بالاطقم بتاعتهم كلهم، معاهم الفريق الطبي اللي موجود من الدعم، الدكاتره والمشرفين اللي موجودين، وعندنا 50 عربيه تانيه موجوده في داخل شمال سيناء بتتمركز في تمركزات الاسعاف لعمل حالات نقل العاديه بتاعه شمال سيناء، ومستعده للتوجه للمعبر في اي وقت لو احنا احتاجناهم، غير ال 65 عربيه التانيين اللي موجودين عندنا على الضفه الغربيه من اقليم القناه ومن اقليم الدلتا، دول جاهزين برضه ان هم يدخلوا شمال سيناء في اي وقت. الاوضه بتاعتهم كلهم كامله وبيتراجع على حاجتهم اول باول بحيث ان هم مستعدين لنقل اي حاله ان شاء الله نتقابلها. تمام. اكتمال واستمرار رفع درجه الاستعداد بالنسبه للاطقم الطبيه والعربيات المشاركه في المهمه. تعليماتك في المحاضرة. ماشي. دكتورة شيرين، بالنسبة للإخلاء من المعبر امبارح اللي تم بالنسبة. تم يا فندم التنسيق مع الفريق الطبي لتقييم الحالات، وتم استلام الحالات بعربية الإسعاف، وتم الإخلاء على مستشفيات شمال سيناء لتلقي العلاج، وإحنا في متابعة مستمرة وتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية في حالة وجود حالات محتاجين إن إحنا نحولها على مستشفيات القاهرة أو مستشفيات إسماعيلية. طيب. وجاري إفادة سيادتكم. طيب يا ريت على طول على مدار الساعة المتابعة مع مديرية شمال سيناء. تعليماتك فندم. الأهمية. تعليماتك فندم. دكتور محمد، بالنسبة للدعم اللوجستي. بس يا فندم تمام، تم تعويض كافة نواقص الأدوية والمستلزمات، وتم تعبئة كافة اسطوانات الأكسجين، وتم التأكيد على توافر بنية الوقود. بالنسبة لنا الأمور كلها موجودة تمام، وفي عربيات جاهزة لو احتاجنا برضو دعم لوجستي أكتر إن هي توفر لنا أدوية ومستلزمات أكتر. دكتور، لما التكليف السياسي جاء بالتحرك نحو الحدود تمام لإنقاذ أهالينا في غزة، عملتوا إيه؟ وحضرتك أقول إن إحنا يعني طبعا كمنظومة الصحة في مصر دايما بيبقى عندنا استشعار مسبق لأي حاجة كويس. فأول ما بدأت الأحداث معالي الوزيرة دعت لاجتماع عاجل بالفيديو كونفرنس، كان مساء تقريبا، كان في حدود الساعة 11 بالليل، واجتمع فيه جميع رؤساء القطاعات داخل الوزارة منهم الإسعاف والقطاع العلاجي والرعاية العاجلة ومدير المديريات الصحة في جميع محافظات مصر. وكان التوجيه بأن احنا نبدأ بوضع الخطة الاستباقية لتوقع استقبال أي مصابين من قطاع غزة. وبالفعل يعني احنا بدأنا كل القطاعات تحط الخطة بتاعتها، وطلب مننا الساعة 2 صباحا تكون الخطة دي على مكتب معالي الوزير. خطتك كانت ايه؟ هو طبعا الاسعاف هو الخط الاول في استقبال الحالات، الخط الامامي. طب بالظبط انت على المواجهه على طول. بالظبط. فاحنا تم وضع خطه بان احنا يبقى عندنا خط اول لاستقبال المصابين ب 50 عربيه مجهزه رعايه مركزه وتنفس صناعي تبقى على المعبر، لان احنا متوقعين حالات تبقى حالات حرجه جدا. وهذه الخطه بيبقى فيه تنسيق مع الزملاء في الرعاية العاجلة على أساس إن هم بيدعمونا بالفرق الطبية من الأطباء بالإضافة لأطباء الإسعاف، إن هم بيقيموا ويستقبلوا الحالات على المعبر ويبدأ إخلاءها على المستشفيات. تم وضع خطة باستقبال خط أول من المستشفيات 50 سيارة. إحنا الإسعاف كان 50 سيارة على المعبر، وعندي 50 سيارة تانية متوزعة في تمركزات داخل قطاع العريش. كويس. بعد كده عندي القطاع الثالث وهو الداعم، 65 عربية موجودة على الضفة الغربية للقناة، قطاع القناة. دولت منهم 50 عربية من محافظات القناة و15 عربية داعمة من اقليم الدلتا. يعني انت بتتكلم النهاردة عن 165 عربية. 165 عربية مجهزة داعمة للمهمة اللي احنا داخلين. ولا تزال هذه نفس التجهيزات موجودة، وعندي تم الدفع بفريق للمقدمة، والفريق ده كان فيه 4 أطباء يقودهم واحد وكيل وزارة، وعندي 8 مشرفين دولت من القدامى المسعفين ذوي الخبرة، وطبعا دولت تحركوا على طول على الفور مساء، ووصلوا الفجر هناك في شمال، دخلوا عبروا المعبر ووصلوا الساعة 6 الصبح كانوا في طريقهم للعريش داخل سيناء. فضل الله الساعة 8:30 تم انعقاد اجتماع داخل فرع الإسعاف في العريش، وتم توزيع المهام من اللي مسؤول عن التسجيل، من اللي مسؤول عن استقبال الحالات جوه المستشفيات، من اللي نقطة الاتصال، يعني كل الكلام ده. أما جيت هيئة الإسعاف
في حكي كده لطيف ان الناس كانت بتتسابق على السفر. بالظبط كده. طبعا انا اول ما تم الدفع بالفريق المقدمة حضرتك بقى جالي الطلبات من جميع الزملاء كله عايز يشارك. طبعا دي مهمة قومية والقيادة السياسية للدولة داعمة، وطبعا احنا يعني ده دور مصر دايما، فكل الشباب عندنا في هيئة الاسعاف كان عايز ان هو يشارك في المهمة. بس كمان في كمان جدد يعني كان لافت جدا ان حتى الجداد في هو في انا عندي فريق من الاطباء انضم مؤخرا للاسعاف، معالي الوزيره دعمتنا بيهم، في اتنين من الطبيبات اصروا ان هم يشاركوا فكانوا في الموجه الثانيه، يعني هم الموجه الثانيه اللي هم مين ومين؟ الوفد في دكتوره سالي ودكتوره ريحان، دولت يعني اصلا انا سمعت بيهم وانا جاي. هم دخلوا مع الفريق الثاني، انا بعد 5 ايام سحبت الفريق الاولاني ودخل الفريق الثاني، والفريق الثاني راجع في الطريق دلوقتي وداخل الفريق الثالث مكانهم، يعني تم استلام المهام مكانهم في كلهم يعني في موقعه. يعني هناك رغبه في التواجد جدا جدا جدا. وعايز اقول لحضرتك يعني الحمد لله طبعا بتاريخ الاداء بتاع الاسعاف قبل كده في مواقف زي ديت 2008 و2012 و2014 كل الشباب اكتسب خبره وبدا يتحاكى بيها واثقلت المهارات عنده، فكل الاحداث ديت بتثقل المهارات الفنيه عندهم، فكله بيبقى عايز يكتسب هذه الخبره، وفي نفس الوقت الدور القومي والوطني ان احنا بنقوم بدور انساني، ده رسالتنا يعني الاولى والاخيره، فكله عايز يبقى يتطلع لهذا الدور. يعني دكتورة سالي الحمد لله على السلامة. السلامة. مشوار كان طويل؟ الحمد لله. الحمد لله جينا بالسلامة. وانت تعبتي؟ لا لا خالص. شكلك تعبانة والله. لا. اتمرينا من الشمس بس. ايه بقى احكي لي بقى، احكي لي بدأتوا ازاي الرحلة؟ والله احنا لسه منضمين مؤخرا لهيئة الإسعاف المصرية بتعليمات من معالي وزيرة الصحة. يمكن شاركنا في حدث كبير قبل كده وده تاني حدث. الحدث الكبير كان ايه الأول؟ حادثة قطر الطوف. ايوه حادثة قطر الطوف. رجعتوا من الحادثة على الضربة. لما عرفنا بقى الموضوع الضرب اللي في غزة وان الحالات الفلسطينية هتيجي تتعالج في مصر، وطبعا الإسعاف المصري بيبقى ليه دور في النقل الآمن للحالات المصابة. احنا الحقيقة كنا متحمسين جدا، ويمكن دخلنا لدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية وقلنا له ان احنا عايزين نشارك، هو الحقيقة رحب جدا وقالينا خلاص انتوا ان شاء الله سافروا وجهزوا شنطكم، بس الموضوع جه من هنا يعني. جميل. قلت ايه للبيت بقى وانت مسافرة وشكلك ريحة مشوار وطبعا عملية؟ رحبوا جدا ودعموني جدا يعني. وطبعا احنا لازم نساعد ونشارك، وده دورنا. دورنا مع اهالينا في غزة ان احنا نساعدهم وان احنا نشاركهم، واهالينا بيسبورت قص كتير قوي في الحوارات دي. كويس. لما رحت هناك بقى شكل الاداء كان عامل ازاي؟ طبعا هيئة الإسعاف المصرية هيئة متكاملة في شكل عربية الإسعاف. احنا كان عربية الإسعاف شبه رعاية شبه الرعاية بالضبط، غرفة الرعاية بالضبط فيها كل الأدوات، لأن احنا كنا عاملين حسابنا ان العيانين من نتائج القصف هيبقوا جايين. يعني انتم احنا متجهزين، عاملين سيناريو، عاملين سيناريوهات للموضوع ده، متدربين، والمشرفين معنا متدربين، والأطقم الطبية كلها متدربة على النقل الآمن، وان احنا ننقل ان العربيات بتاعتنا تبقى كاملة وجاهزة. احساس ان انت ريحه وهيبقى في جرحى وفي مصابين واهلنا في غزه، احساس طبعا مختلف. هو الحقيقه احساس ان انت بتشارك ولو بجزء بسيط من الدعم للقضيه الفلسطينيه والدعم لاشقائنا في غزه الحقيقه. فاحنا كنا مبسوطين ان احنا بنعمل كده. طبعا احساس ان انت ما كناش نتمنى ان دي حاجه تحصل، واحساس الاصابات طبعا مؤثر فينا، خصوصا في اطفال وفي سيدات. فهو طبعا مؤثر فينا جدا. لكن على الناحيه الثانيه احنا كنا مبسوطين ان احنا بنقدم حاجه لاشقائنا الحقيقه الفلسطينيين. انطباعات الناس اللي انت قابلتيها، الجرحى يعني جرحى، في اكيد في ديالوج في حوارات معاهم يعني.
هم كانوا على ارضهم يعني، هم كانوا مرحبين بينا احنا، وكانوا مبسوطين ان هم جايين يتعالجوا وياخدوا بقيت استكمال بقيت علاجهم هنا في على ارض المصريه يعني. الحقيقه يعني في جمله اتقالت من مرافق لاحدى المصابات وانا بقيم الحاله مبدئيا في عربيه الاسعاف الفلسطينيه، لها ما تقلقيش انت في ايد امينه دلوقتي. الله. فيعني دي من الحاجات الحقيقه اللي اثرت فيا جدا. اشتغلت قد ايه هناك؟ اسبوع تقريبا. احنا الوقت هناك ما بنحسبوش. احنا رايحين وجايين رايحين وجايين، ما بنحسبش وقت، ما بنحسبش قعدنا قد ايه. لا احنا قالوا لنا يلا يلا قعدنا ادينا المهمه ورجعنا، ما بنحسبش وقت خالص. وانت راجع حساس بايه؟ بالفخر ان انا منتميه لهيئه زي كده تبع الوزاره. حساس طبعا بالفخر، بالفخر بمصر كلها الحقيقه، مصر كلها دعمت القضيه وعملت الامور كامل من اول القياده السياسيه، وزاره الصحه المصريه بكامل هيئتها وهيئه الاسعاف اللي انا بنتمي ليها دلوقتي، لحد الشعب المصري كله. الحقيقه احساس بالفخر ان احنا قدرنا نعمل حاجه لاخواتنا. انت عملت حاجه كبيره قوي. الحمد لله. رجاله هيئه الاسعاف المصريه طبعا احنا عارفين في ظل الظروف جائحه كورونا، من غزة الصامدة إلى القاهرة الصاخبة، ملحمة يقودها رجال الإسعاف المصري. حتى الآن 22 شهيد بكورونا وسبع شهداء في مرحلة الإرهاب، ولكنهم رجال صدقوا مع هذا الله عليه. رجال الإسعاف المصرية في مهمة وطنية. هو متوسط عدد البلاغات قد ايه في اليوم؟ اجمالي البلاغات اللي بتيجي لهيئه الاسعاف مش اقل من 40,000 بلاغ يوميا. 40,000 40,000 بيتفلتر ل 2000 بلاغ فعلي. تتفلتر ل 2000 بلاغ فعلي، يعني ايه؟ يعني في بلاغات كاذبه، في بلاغات مقرره، فالنهائي التوتال اللي بيجي لنا على مستوى القاهره الكبرى بيجي لنا بالظبط حوالي 2000 بلاغ معدل كاذبه. ليه؟ في بلاغات، في ناس كتير بتدينا بلاغات كاذبه، في مثلا في استعجالات، فده كله بيتعدى على السيستم. لا ما اقصدش يعني ايه اللي يخلي مواطن يعمل بلاغ كاذب لهيئه الاسعاف. في ناس بتحب تجرب الخط بتاعها شغال، في ناس بتحب تعاكس حاجات، دي لسه الوقت بنعاني منها مع انها خفت بس ما زالت وستزال. ايوه يعني انت تقول للناس ايه يعني؟ احنا بنقول للناس يعني ان الخدمه دي مهمه جدا، وان 123 ديت خدمه حيويه ومرفق هام، محتاج ناس، في ناس كتير ممكن تبقى محتاجاها. انت بتتصل وانا بتصل وده بيتصل، ممكن ينشغل الرد عليك حوالي دقيقه ولا دقيقتين. لا لو انت ما بتتصلش وده اللي عاوز البلاغ بس بتتصل، البلاغ في ثانيه هيوصل، هيجي لنا على الكاد، على نظام الكاد على طول، هنطلعه العربيه على طول. ففي سرعه في كل حاجه. يعني البلاغ الكاذب يعطلك؟ يعطلني كتير، يعطلني يعني يكلفك روح طبعا، لان المتلقي البلاغ في الشركه المخصصه لتلقي البلاغات لازم ياخد منه الداتا كامله، هو مش عارف اذا كان ده بيكذب ولا ما بيكذبش. ياخد الداتا كامله، لازم ياخد كل حاجه اللي هي ايه؟ اسمك وعنوانك وسكنك وايه اللي عندك وايه ظروفك والكلام ده كله، وبيبعته لنا البلاغ متظبط على يوصلوا لك هنا. يوصل لي هنا على النظام الكاد اللي هو نوجه له عربيه على طول. يعني لما يوصلك هنا بتوجه له عربيه على طول. الزمن اللي تستغرقه من اول ما ارفع سماعه التليفون على 123 ابلغكم لحد ما تجي العربيه، هو متوسط بالظبط دقيقتين. يعني انا هتصل ب 123، انا مواطن عادي، عملت التليفون على 123، البلاغ على ما يرد عليا بتاع بياخد لي حوالي 20 ثانيه، رد عليا بياخد حوالي دقيقه على ما كريت البلاغ ويكتبه، يروح مرمي عندي هنا على طول، هيجي لي انا باخد حوالي من دقيقه لدقيقتين، انا هنا من دقيقه لدقيقتين سماح بس فقط، باللي انا احط العربيه واللي انا ادي له الامر بالتوجه. العربيه معدل ليها من 8 ل 12 ده في حالات الحوادث والكلام، من 8 دقائق ل 12 دقيقه. في طبعا في بلاغات بتتاخر وفي بلاغات ممكن تاخد وقت، بس دوت بيبقى حسب الضغط، حسب المرور، حسب المكان، حسب الحاله، محتاجه عربيه على طول ولا محتاجه حاله متابعه عاديه ممكن نستنى عليها شويه، لان احنا اهم حاجه عندنا الاولويه الاولى
البلاغات، الحوادث، المصابين، الخدمات الإسعافية في البيت، الهبوط، وطبعا برضو الأولوية الأولى دلوقتي اتحطت لنا حالات الكورونا إذا كانت إيجابي أو سلبي. الكورونا دخلت إيه أولوية؟ أيوة أولوية أولى دلوقتي لأن طبعا حالات كورونا كلها دي التنفس. أنا دلوقتي ممكن أتصل بالإسعاف 123 أقول لهم عندي حالة كورونا؟ عندي حالة كورونا أو عندي ارتفاع في الحرارة أو عندي اشتباه كورونا. بالفعل ده عندنا أولوية أولى ولازم تتحط عليه العربية على طول وتتوجه العربية بطاقم السيارة بيكون بالسيفت بتاعه لابس الجاون لابس الأوفر هيد لابس الماسك بتاعه بيتوجه على طول لأنه خلاص بقى دي حالة عدوى فلازم يكون مأمن. انت خصصت عربيات لكورونا؟ مش خصصت كل العربيات بلا استثناء على مستوى المحافظات كلها دلوقتي كلها سيفتي ليها لازم تبقى كل الحالات بالنسبة لنا كورونا كله ده كل الحالات لازم يبقى سيفتي في كل حاجة لابس الماسك والجاون والأوفر هيد وكل حاجة. بس طبعا البلاغات الكورونا احنا بنعرف العربية ان دي بلاغ كورونا فبياخد احتياطاته اكتر وبيأمن على نفسه اكتر وبيجهز اكسجينه بيجهز كل حاجة جهز البلس الاكسجين بتاعه عشان يشوف معدل التنفس بيجهز كل حاجة بتبقى ريدي جاهز. يعني انت هنا بتنفذ 2000 بلاغ يكلفوك كم سيارة؟ بنعدي 2000 ممكن نوصل 2000 ونص متوسط يكلفوك كم سيارة؟ احنا بالنسبة لا هو بالنسبة للمعدل العربيات والبتاع كل منطقة وحسب الطريقة بتاعتها. احنا عندنا القاهرة الكبرى 8 قطاعات كل قطاع عليها عدد معين من العربيات يعني مثلا قطاع وسط القاهرة بالفعل شغال عليها حوالي 70-80 عربية. ممكن اعمل ترانسفير هنا او 70-80 عربية قطاع شمال مثلا حوالي عليه 90 عربية قطاع كان 108 قطاع مصر بس انت ممكن تعمل بنعمل في مرونة يعني في مرونة ان في حتت حدودية ممكن اطلع من قطاع يساعد القطاع لو في لود على القطاع. هو انا ممكن اسالك هو ايه ده؟ ده جهاز تترا ده مخصص للتواصل ما بيننا وما بين العربيات ده وما بيننا وما بين الدكاتره وما بيننا وما بين النجده وما بيننا وما بين المطاف. الجهاز ده فيه كونكت ما بيننا وبين النجده طبعا في بلاغات بتيجي للنجده هم اسرع حاجه بيجي لنا بيروح ميلاد عليا عمليات الاسعاف يبدا الاشاره عند كذا كذا ابعت لي في حادثه في انهيار في جثه في حادث ابعت لي عربيات دي اول واحد بيجي لنا لان طبعا في ناس بتتصل على 122. الحاجه الثانيه كونكت ما بيننا وبين الدكاتره محتاجين مننا حاجه سرعه خدمه في حادثه كبيره كلهم بيبقوا على موجه معينه كلنا بنتواصل مع بعض احنا والدكاتره ومشرفين ومسؤولي الاجهزه والعربيات اللي على الارض بان الحادثه ديت حادثه كبيره زي حادثه قطر ولا حاجه دكاتره الهيئه هنا برؤساء الهيئه بالقيادات بيتوجهوا للموقع هناك طبعا احنا مش في الموقع هم هنا بينا وما بين عندنا الحادثه يا جماعه ابعتوا لنا عربيات كذا دعم لي باكسجين زياده دعم لي بعربيات زياده ابعت لي من هنا ابعت لي من هنا فده اسرع بكثير من التليفون من اي حاجه لاسلكي على طول في سنه ده بالنسبه لجهاز التتر. عشرين اتناشر سمعني اول كوبري قصر النيل اول كوبري قصر النيل ميدان التحرير اتجاه الجيزة ولكن عن حادث ومصاب 29-12 معلوم بالاشارة معلوم بالاشارة يا مدير بعد اذنك سرعة الوصول بعد اذنك كده وسرعة الوصول 29-22 جدل صح مكانك بعد اذنك وصول كده المرتب معك اتفضل معلوم صمت ايه 25-22 ده كود سياره كود سياره عربيات الاسعاف متكوده بارقام يعني انت دلوقتي حركت عربيه اسعاف حركته الخدمه كانت خدمه كورونا راح بيها مستشفى يعني سمع. البلاغ كان بيقول ايه هو حضرتك البلاغ حالا بلا جاي كده في شارع محمد محمود عند برج الاطباء حاله كورونا ايجابي حاله دي في التنفس وعايز يتنقل مستشفى المعلمين كويس بعت لي العربيه والعربيه نزلت الحاله بالفعل ونقلته ووصل حاليا دلوقتي مستشفى المعلمين اللي هي في الزمالك يعني انت بتتابع العربيه لحد ما يوصل لحد باب المستشفى كويس انت شغال شيفت قد ايه انا في الاسعاف شغال شيفت 24 24 وتاخد 24 قدامهم راحه يعني 24 في ال 24 دول بقول لي يعني عدد البلاغات اللي بتتلقاها قد ايه؟ بالنسبه لمتوسط الجهاز بتاعنا ده بيعدي 350 او 400 بلاغ متوسط 350 او 400 بلاغ اجمالي ال 2000 او 3000 بلاغ على مستوى الاجهزه كويس بس الجهاز كجهازي هنا بيدخل في الرقم ده من 350 ل 400 كويس انت هنا عندك صلاحيه تحريك العربيات
انا بالفعل مسؤول عن تحريك العربيه في اي مكان. سيادتك اي مكان، اي مكان داخل القطاع اللي انا شغال عليه اللي هو منطقه غرب القاهره. طيب في منطقه غرب القاهره طبيعه البلاغات ايه؟ بتبقى اغلبها ايه، كورونا ولا اغلبها حوادث ولا يعني؟ يعني انا عسل مثلا عندي منطقه منطقه المقطم معظم بلاغاتها حاليا مؤخرا كلها كورونا. ده المقطم، منطقه المقطم كلها مؤخرا كلها كورونا. عندي بعض الطرق زي صلاح سالم او لوتس تراد دي معظمها بيبقى فيها حوادث عليها. ده حوادث كثيفه ولا لا؟ الحمد لله لا، يعني بنسبه معقوله. بنسبه معقوله. بالنسبه بقى داخل المدينه بقى معظمها خدمات اسعافيه وحالات متابعه او حالات غسيل كلى. او حالات غسيل كلى. غسيل كلى، حالات غسيل الكلى عندنا بقصر يعني كتير. بيبقى عايز عربيه اسعاف تنقله، عربيه بتنقله من البيت للمستشفى والعكس، هيرجع تاني من المستشفى للبيت. جميل جدا. هل الخدمه دي مجانيه بالنسبه لها رسوم؟ للحالات الاسعافيه اقرب مستشفى ليه بالنسبه له لاي مريض عامه مجانا 100%. جميل جدا جدا. اقرب مستشفى للمريض مجانا 100% لو حاله اسعافيه. طيب. الا اذا لو المريض عايز يروح مستشفى بعينها او مكان هو عايز يروح او عياده خاصه. أيوة. بالنسبه للاسعاف بيبقى برسوم. يعني انا كمواطن ممكن اتصل بيك اقول لك انا عايز عربيه اسعاف اروح بيها لمستشفى معين او اروح بيها لعياده معينه. دي بالنسبه للاسعاف اصبحت خدمه يعني بالاجر. دي خدمه بالاجر. لكن الاجمالي، الاجمالي كخدمه اسعافيه 100% هي اقرب مكان لي مجانا 100%. لكن انا بقى لو عايز حاجه خاصه انا بدفع. تمام. الخدمات المميزه دي موجوده بكثره ولا لسه في البدايه؟ لا. معظم الخدمات اللي عايز يروح عياده خاصه، اللي عايز يروح يعمل اشعه في مركز اشعه معين بتصل بإسعاف موجودة بكثرة عامة، يعني موجودة بكثرة في مدار اليوم. زائد حالات غسيل وحالات اللي هي محتاج يروح من المستشفى بقى للبيت، يعني واحد انت كان عامل انت بتحس وانت بتتلقى البلاغ بتوتر ان في حاجة كبيرة او يعني ايه اللحظات حالات الحوادث؟ حالات الحوادث مثلا مبلغ مثلا في الحادثة ان في أكثر من 5 مصابين او أكثر من عربية داخلة ببعض. ففعلا لازم احس بتوتر وبناء عليه ببقى مهتم بالحادثة وأكثر عربية توصل بسرعة، ولو في محتاج عربيات ثانية ببعت له عربيات ثانية. بتبقى محتاج للشغل اكتر في حاله. لا مش للشغل اكتر، انا يعني بتابع عشان اعرف في كام مصاب بالفعل في مكان الحادث وبناء عليه هو محتاج كام عربيه. يعني فكره سرعه الوصول ومحتاج اقيم مكان الحادث هو فيه كام مصاب. محتاج كام عربيه. امتى بتقول الحمد لله؟ لما اروح البيت. لما اروح البيت بجد، عشان ضغط الشغل هنا بجد ضغط عقلي واكتر منه جسماني يعني. ابدا الاشاره. ابدا الاشاره. ابدا استاذنك، مطلع كوبري اكتوبر من ميدان التحرير ولا عن حد المطار 37 متراجع. الكوره اللي جاي مش فاهم، بس انا هتطلع بإذن الله. يعني يا جماعة هتاخد الحاجة. تعمل كم مشوار في اليوم؟ حسب نوع الخدمه. ممكن خدمه تطول معانا ساعه 2-3، ممكن خدمه تاخد ربع ساعه، ممكن تاخد خدمه 6 ساعات. حسب نوع الخدمه. حلو. الخدمات الاصعب ايه؟ خدمات الاصعب المصابين وتحويلها للمستشفى. المستشفى دي ممكن تاخد معانا وقت. الصعوبه في ايه بقى؟ ممكن نروح مستشفى مثلا ما يبقاش فيه دكاتره مخ واعصاب، بعد ما يتعمل له اشعه الاوليه وكده وتحول يتعمل له اشعات، بعد الاشعات يقول لك لا محتاج دكتور مخ واعصاب، تعمل له جواب تحويل يروح مستشفى اخرى. تاخده تاني وتوديه مستشفى اخرى، نفس العربيه ونفس الطقم بيروح مستشفى تاني لحد ما يتنسق معاه في المستشفى دي ويتقبل ويخش المريض المستشفى. اوكي هنبدا نرجع نظبط عربيتنا ونرقمها ونرجع نشتغل تاني. بس انت واضح ان انت ضد الزمن، يعني انت بتحرك ضد الزمن. الزمن عندك مشكله فيه؟ اصل الزمن ده مش كيف انا ولا مش في وقتي، ده حسب نوع زي ما قلت حضرتك نوع الخدمه. لا انت هنا في سبق مع الزمن، انت عايز تقطع المسافات بسرعه. لما انا اوصل المصاب اوصل للحاله، بعد ما اخلص الحاله واروح المستشفى. الموضوع دلوقتي بيرتبط معايا من المستشفى لحد ما تخلص. كويس قوي. انت هنا الشارع الزحمه، الشارع المصري معروف انه زحمه،
وفي شوارع قاسيه جدا جدا. بتعمل ايه؟ شغل السرينه، شغل المايك، بقدر على قد ما اقدر يعني اوصل في اقرب فرصه. بتقول لهم ايه في المايك؟ قول لي كده بتعمل ايه. لو سمعت خد يمينك، لو سمعت خد يمينك، وسع سيرت ساعات. طب هو لما انت بتقول له خد يمينك بيسمع بيوافق؟ في بعض الناس بتستجيب، وناس بعض الناس يعني لحد ما بيشوف العربيه في المرايه زنقه عليه جامد هو بيحاول يوسع غصب عنه يعني. بس في النهايه برضه هو بيستجيب. بيستجيب. يعني هو ما عندوش اي حل تاني غير ان هو يستجيب. السيارة لازم تاخد مجراها عشان توصل لاقرب فرصه ليه للمريض او للمصاب. انت السرينه واحده ولا في انواع معينه؟ في كذا نوع سرينه. والانواع دي مختلفه؟ دي بتاعت ايه؟ كلهم زي بعض بس هو الوقت بيتغير، بس السرينه بتتغير، لكن هو كلهم في هرن واحد. هرن واحد. يعني كلهم بيقولوا ان في ضوضاء، يعني بحيث ان العربيه اللي قدام منك تعرف ان في سياره اسعاف قادمه ليها، فبتحاول يعني تتفادى السياره دي. يعني انا ممكن ابص للاسعاف اقول دي ما هي فاضيه. ما هو الفاضي ده رايح يجيب مريض، ما مش مزاجه يعني. هو بيتحرك بتعليمات، مش هيمشي في الشارع كده ومن تلقاء نفسه يعني. يعني لما يعمل سرينه وهو فاضي برضه وسع له مريض. ما هو رايح في مهمه، رايح، ما مش هيطلع كده خلاص، لازم يطلع بامر ان هو يجيب مريض يريح المصاب. طيب وانت بتسمع بقى فكره ان في يعني شهداء لكورونا 22 شهيد بينهم سواقين، بتحس بيه؟ مش مشكله، ما هو ده شغلنا. هو الشهيد ده ما هو في الاول وفي الاخر بيأدي واجب للبلد، زي اللي واقف على الضفه، زي اللي واقف في الشرطه كده، وكلنا زي بعض، كلنا نفس المهم. حد هيسيب عمله عشان خاطر ما الشهيد ده برضه ده وضع عند ربنا. لكن انت شهيد برضه بتعامل، ما انت ممكن تموت وانت في البيت، مش انت شهيد يعني. فدي طبيعه عملك، انت بتخرج وبتراعي ربنا في عملك وربنا بييسر، ربنا مكتوب هو اللي بيشوف. لكن ما قلقتش من الارقام؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، برضه ده حاجه بتاعت ربنا يعني ان شاء الله يعني. امتى بتحس ان انت سعيد؟ لما بقى اوصل بسرعه للمصاب واتعامل معاه، والاقي اني يعني وقتي وجهدي فاد المصاب ده او فاد المريض ده، ووصل المستشفى في امان وتعامل معاه واتعامل له دخول ودخل المستشفى. اقدر اقول لك انت سواق ممتاز، لان انت لان الطريق انت معاك حاله والطريق صعب. هي عايزة مهارات. يعني القاهرة الكبرى كلها الحمد لله بالطريقة دي. أي مكان تخش في القاهرة الكبرى هتلاقي فيه زحمة. وفي معاناة. فأنت خلاص أنت متعود. تعودنا. بس أنت عايز الناس تستجيب أكتر. هو ده اللي أنا يعني عايز الناس كلها توصل لها. عايز تقول لهم إيه؟ خارجة ليه؟ أصحاب دي خارجة من مكانها ليه تنقذ مريض، يا معاها مريض، يا رايحة المصاب، يا معاها مصاب. مانيش رايح أتفسح. بس. هي دي الفكره اللي لازم توصل للشارع المصري. يعني عايز تقول له أرجوكم قول لهم. وسع لسيارة الإسعاف، لأن سيارة الإسعاف دي مش خارجة من تلقاء نفسها. يا خارجه تجيب مريض، يا تجيب مصاب، يتعامل مع مريض، يتعامل مع مصاب، يتوصلوا برضه للمستشفى. يعني لما توسع على سياره الاسعاف هتنقذ روح. اكيد. جالك البلاغ عملت ايه بقى؟ او انت لما بيجي لك بلاغ بتعمل ايه؟ باخد البلاغ بتحرك، ببدا اعرف مكان البلاغ من الغرفه، غرفه العمليات، ابدا اتحرك على مكان البلاغ. كويس قوي. هنا بقى بتكون مامن حاجتك؟ بتكون مامن ايه بقى؟ مكان طبعا طالع مصاب، المفروض ان انا بقى معايا جبايري. لحظه كده، لو انت جالك البلاغ بتبقى بتقول هو مصاب بايه؟ لا، هو المصاب نفسه، المصاب غير المريض، المصاب انا بيبقى طالع معايا نيوكولار، معايا الجباير بتاعتي، معايا شنطه الاسعافات الاوليه. طب والمريض؟ المريض طبعا بيطلع بالشنطه الاول، بشنطه الاسعافات. فممكن تقول لي ايه ده اللي احنا قدامه ده؟ ده جهاز مونيتور، اللي هو جهاز متابعه المريض. ده نب... يعني انا نبض يعني... المريض، نسبه اكسجين في الدم. ضغط الدم. ماشي. كويس. ده جهاز صدمات، بالنسبه لجهاز صدمات. ده لو عنده حالات داخله في حالات الارست وكده في حالات الارست. بيستخدم الجهاز ده. وعندك خبرتك في استخدامه ولا يكون معاك دكتور؟ لا، هو استخدام دكتور طبعا، في وجود دكتور. الجهاز الوحيد اللي في العربيه اللي بيستخدمه دكتور. لكن هنا ما عندكش؟ لا، ده الجهاز العادي خالص. بتقرا هنا بتقرا هنا العلامات الحيويه، النبض. امال هنا ايه؟ ده جهاز ضغط.
جهاز ضبط. قيس الضبط ده جهاز صوت يعني السيارة. يعني انت اول حاجه بتعملها مع دخول المريض بتعمل له ايه؟ ببدا اقيس الاكسجين بتاعته، بقيس له ضغطه، بقيس له نبضه والعلامات الحيويه. كويس. ايه العلامات الحيويه ديت؟ اللي هي الضغط والضغط والنبض والحراره. كويس. وبتبلغها لمين؟ لا دي بقى بلغها للدكتور لما اوصل المستشفى. دي بتتبلغ للدكتور لما اوصل المستشفى. طيب لو في حاله بتسوق وانت معاها بتعمل ايه؟ ابلغ العيادة. تركب معاها عادي خالص. وكانت في البدايه بدات المؤشرات تتدهور تعمل ايه؟ ببدا ابلغ العمليات، والعمليات بتبدا تجهز لطوارئ المستشفى. بتبدا تبلغ المستشفى، بلغ طوارئ المستشفى. انت خبرتك جبتها ازاي؟ يعني انت كمسعف جبتها ازاي؟ هل بتاخد دورات؟ هل انت تعليمك طبي؟ في دورات ماشي، في دورات طبعا اللي هي متتاليه بعد طبعا بعد المؤهل في الاول ماشي. ودلوقتي بقى المده دلوقتي شغال يعني. مش عندك خبره كم سنه؟ انا 30 سنه. 30 سنه. في اختلاف؟ طبعا. في ايه بقى؟ في مستوى ايه؟ مستوى ماشي. حتى يعني حتى الخدمه نفسها حتى متقدمه عن قبل، عن قبل كده. ازاي؟ يعني لو كان عندي عمل العربيات كانت اقل من كده في التجهيزات، وكانت عربيات تعتبر نمطي ماشي، ما كانش فيها جهاز المونوتون، ما كانش فيها جهاز بنت اللي هو جهاز صناعي ماشي، كان فيها جهاز ضغط بس، جهاز شافت بس ماشي. لا الاكسجين، نسبه الاكسجين معايا كان معايا 6.5 صغيره، دلوقتي معايا نسبه. دي ساعدت طبعا بالتاكيد طبعا. هل بيحصل احيانا ان حد بيموت بين ايديك وانت يعني موجود في العربيه؟ احيانا طبعا. حصلت؟ حصل. ازاي يعني؟ فكرني كده. وبتبقى متاثر اكيد يعني. حضرتك بتبقى انسان شغال معايا وبيكلمك او بيكلمك مثلا كده، حالات كده في لحظه واحده تسلم، يبدا يخش في الريست وكده تبدا تشتغل عليه. وانت بتتاثر يعني بعد ما بتبدا يعني في ساعه الحالات بتبدا تشتغل يعني. بتحصل. ما بتتاثرش او يعني في ان انت بتشتغل اساسا. انت بتشتغل. انت عندك احساس ان انت بتخدم الناس؟ دافي طبعا. وبتنقذ الناس. انا لو فعلا لو ما حسيتش بكده مش هقدر اقدم خدمه. ده احساسك الشخصي. ده احساس شخصي. بعيد عن اي حاجه. وسعيد عن الجهاز. الحمد لله. الحمد لله. وحسيت كمان حتى لما بقدم خدمه كمان بتحس ان انت فعلا قدمت حاجه لحد. بس الحمد لله ان انت فعلا يعني تعبك ده ما فرحش على طول. رجاله هيئه الاسعاف المصريه، طبعا احنا عارفين في ظل الظروف جائحه كورونا ان احنا لازم طبعا نكون مستعدين ونكون على قلب رجل واحد. بالنسبه لسيارتي لازم تكون مجهزه، وان انا بطمن كل يوم على اجهزتي تكون جاهزه، لان احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا اجهزه على اعلى مستوى ومجهزه لنقل مصاب الكورونا. طبعا بالنسبه للتعامل مع المريض كورونا، ان انت دايما بتكون على استعداد وبتكون امن ليك وامن للمريض، وان انت بتنقله بنقل امن ليه لمكان المخصص ليه اللي هو في المستشفى اللي هو يذهب اليها، وان انت بتكون بتتعامل معاه بحرص بالنسبه لامان ليك وامان للمريض. بالنسبه لاساليب الوقايه عندنا طبعا انت عارفين ان احنا لبس الجاون، الجوانتي، الماسك، نظاره، لبس الجاون، ان انت بتكون جاهز تجهيز كامل بالنسبه ليك علشان تكون امن ليك وللمريض، وربنا يوفقكم. دكتور محمد، الصبح وانت جاي على الهيئه بتفكر في ايه؟ طبعا احنا كل يوم الصبح اهم حاجه عندنا الاعداد العربيات والاطقم اللي جاهزه عشان نقدم الخدمه الاسعافيه في اليوم الجديد. كويس. انت بترتاح امتى لما تعرف ارقام ايه؟ لما اعرف عدد العربيات الفعليا شغاله النهارده، لان في جزء من العربيات ممكن يكون فيه اعطال، جزء تاني ممكن يكون داخل عمليه الصيانه الدوريه، فده بيأثر على عدد العربيات المتاحه للخدمه الاسعافيه في جميع المحافظات. انت عشان تبقى ريلاكس والدنيا كويسه عايز كم عربيه تحت ايدك؟ لا جاهزه للطلوع. خلينا نقول ان احنا عندنا ستاندرد عالمي احنا بنحاول ان احنا نوصل له. بمعنى وهو ان انا عندي مثلا كل 25,000 مواطن ليه عربيه بتخدمه. كل 25,000 مواطن له عربيه بتخدمه. بالظبط. وكل 25 كيلو طولي على الطرق السريعه ليه عربيه بتخدمه. فانا عندي طبعا ما شاء الله مصر دلوقتي شبكه الطرق الجديده دي كلها بتزود الاحتياج بتاعي. التوسعات العمرانيه في المدن السكنيه الجديده دي برضو بتبقى محتاجة عربيات إسعاف. العاصمة الإدارية للمثال مثلا، أنا دلوقتي خط تغطية العربية العاصمة الإدارية 106 عربية إسعافية. فطبعا انت بتغطي العاصمة 106 إسعاف. ده الخطة بتاعتنا إن شاء الله اللي هي هتتنفذ مع كل المراحل بتاعة العاصمة الإدارية. كويس.
فانا زي ما بقول لحضرتك كل توسع عمراني وكل تطور بيبقى محتاج ان احنا نتوسع في الطرق الجديده. زودت العبء عليك؟ طبعا طبعا طبعا. عبء العربيات، عبء نقاط التمركزات، عبء شبكه الاتصالات، منظومه الاتصالات، وطبعا الحته المهمه جدا هي العنصر البشري. انا هرجع للعنصر البشري وللزمن، بس خلينا نتكلم القاهره الكبرى. تمام، دي متغطيه ازاي؟ انا حضرتك مستوى التغطيه عامل ازاي؟ يعني انا هقول لحضرتك القاهره الكبرى طبعا من الاقاليم اللي هي فيها كثافه سكانيه مزبوط. عاليه، وفيها عندي عربيات. يعني انا اضرب مثال ان القاهره بس المحافظه ليها 222 عربيه بيغطوها اسعافيا. مثلا مجرد 6 اكتوبر بس ليها 96 عربيه. الجيزه 150 عربيه. طبعا كل دوت بيبقى ليه تمركزات وانتشار زي ما قلت لسيادتك على حسب الكثافه السكانيه ومعدلات اسطول ضخمه. بقى احنا عندنا الاسطول بتاعنا بيتخطى 3100 عربيه. عندك 3100 عربيه. وطبعا الخبر الجميل جدا ان احنا الخطه بتاعتنا ان احنا كنا بنتكلم 20-30 محتاجين نوصل لغايه 5500 عربيه. فطبعا عايز اقول مصر بتتحرك بسرعه، والدعم اللي الدوله ادته لمنظومه الصحه، فاحنا اشترينا خلال السنه اللي فاتت 203 عربيه مجهزه كرعايه مركزه. حطينا خطة بدأنا نشتري 400 عربية، دخل علينا مبادرة الرئيس بحياة كريمة، قال التوجيهات بتاعته 400 عربية دولت يبقوا 1000 عربية. معالي الوزيرة قالت فورا تاني يوم تم التوجيه ان احنا نشتري 1000 عربية، وده اللي حصل دلوقتي. يعني هتوصل لكام؟ انا هوصل هعدي ل 4000 عربيه دلوقتي في 20 بدايه من يعني أكتوبر. انت كنت عامل حسابك ال 5000 على 20-30 بالظبط، دلوقتي انت هتقفل 4000 بالظبط. احنا متوقعين بالصوره ديت بالدعم اللي حصل ده ممكن 2023-2024 بكتير اكون غطيت كل الاحتياج بتاعنا. يعني انت لما تبقى 5000 تبقى انت متغطي بالظبط. يعني انا بقول 5500 لان دايما بيبقى عندي نسبه من العربيات زي ما قلت لحضرتك في اعطال، في عربيات بتخش الصيانات الدوريه بتاعتها. كويس، نيجي للعنصر البشري بقى. تمام، هل هناك اقبال على شغلة المسعف؟ عايز اقول لحضرتك في اقبال طبعا على شغلة المسعف. يعني انا اقول الحياة العملية على الارض، الناس اللي بتشوف المسعف والدور البطولي اللي بيقوم بيه، في ناس كتير بتتأثر. ليه ناس مش لامسة هذا الدور؟ يعني عايز اقول ان احنا برضو شوية حضرتك، احنا برضو يعني بنطور المجتمع بتاعنا والثقافة بتاعتنا بالتدريج، لكن عايز اقول لحضرتك ان في ناس كتير عندها رغبة انها تشتغل في الاسعاف. طبعا العنصر البشري هو اكثر عنصر احنا دلوقتي بنستثمر فيه. كويس، لان العنصر البشري هو حضرتك لو انا عندي عربية ومجهزة وعلى اعلى مستوى حضرتك، انا لا يمكن يبقى لها اي قيمة بدون اللي بيشغل العربية واللي بينقذ المصاب. اديني المواصفة كده بتاعت العنصر البشري اللي شغال معاك. هو عندي حضرتك الطاقم العربية بيشتغل فيه 2، بيشتغل فيه سواق وبيشتغل فيها مسعف. المسعف والسواق بيتلقوا تدريبات فنية ومهارات مكثفة عشان خاطر يتعامل مع اي حاجة، يتعامل مع ارواح بالظبط كده وضد الزمن بالظبط، وفي نفس الوقت الضغط الظروف اللي هو بيروح يتعامل فيها حتى لو مصاب داخل منزل بتبقى الحاله حرجه. السرعه والاداء والاحترافيه في الاداء ده مهم جدا جدا. عايز ضبط اعصاب بالظبط، عايز اعصاب عقل بارد لان فيه بالظبط ثبات انفعالي وتركيز شديد جدا. وعشان كده احنا بندربهم دلوقتي، حولنا البرنامج التدريبي ان هو يبدا بدل ما هو كان بيتلقى محاضرات وشويه عملي، بقى يوم يعني حضرتك برنامج التدريبي كله عملي كله عملي. وقلبنا البرنامج التدريبي ان هو معسكر، هو مش بيروح ويجي، لا هو بيروح الفتره التدريب بتاعته بيقعد في المقر التدريب مركز التدريب مع المدربين من اطباء ومشرفين. هو احنا الـ بنقول الريفرشمنت بتاعنا اللي هو السنوي دوت 3 ايام 3 ايام مركزين في معسكر، بيشتغل نص اليوم كله بين زي ما بقول لحضرتك سيناريوهات عمليه. بس السواق ده عنده مشكله، السواق ده بيشتغل ضد الزمن، ده بيتحرك ازاي؟ هو حضرتك انا برضو يعني دي حضرتك كويس ان حضرتك اثرتها، ان احنا برضو محتاجين. احنا شفنا افلام كتيره، شفنا حاجات على السوشيال ميديا، عربيه الاسعاف في الدول المتحضره لما عربيه بتشغل السرينه كله بيوسع لها، انت هتتاخر دقيقه بس هتنقذ حياه مواطن. فديت رساله اتمنى سيادتك يعني نصر عليها دايما في برامجنا ان احنا انقاذ حياه المواطن. كنا بنقول الدقيقه تفرق، لا الثانيه يا فندم بتفرق. انا برضو عندي سؤال
الخاص بالبلاغات الكاذبة. يعني انا لما روحت غرفة العمليات عندكم لقيت شكوى حقيقية من البلاغات الكاذبة، انتوا بتعانوا منها فعلا؟ حضرتك احنا اول ما بدأت منظومة هيئة الاسعاف في 2009 كنا بنتلقى تقريبا اكتر من 95% بلاغات كاذبة، فتم الاستعانة ان احنا عاملين تعاقد مع شركة في القرية الذكية بيتلقوا البلاغات عن هيئة الإسعاف، بيتلقوا البلاغات بالبلاغات يفلترها يعني. يفلتر البلاغات ويحول لي البلاغات الحقيقية. النقطة اللي أنا حابب برضو يعني أقول إن إحنا في طور تطوير منظومة الاتصالات بتاعت هيئة الإسعاف المصرية. عايز أقول لحضرتك إن إحنا عندنا منظومة لإدارة تلقي هذه البلاغات وتوجيه العربيات اللي موجودة في أقرب مكان. بص حضرتك انا المتوسط بتاعنا 13 دقيقة، يعني المتوسط بتاعي 13 دقيقة في اي مكان؟ غالبا في اي مكان، لانها كلها بتتجمع وبتتحلل مع بعضها. لكن انا المستهدف المستهدف 8 دقائق. 8 دقائق المستهدف 8 دقائق. العالمين قد ايه؟ العالمين 8 دقائق. انت عايز توصل ل 8 دقائق ما هو في الزحمة دي؟ ايه ما حضرتك الزحمه دي هنحاول وهنوصل لها باذن بس الله. بس يوسعوا لك السكه. يوسعوا السكه. هيوسعوا السكه يعني الناس الطيبه اللي بتسمعنا دلوقتي توسع السكه. هيوسع السكه والله ما تغرموا حاجه بس يوسع السكه ان شاء الله. هيوسع السكه يعني ويبطل بلاغات كذبه باذن الله. انا بقى في نقطه مش عارف يعني لازم اقولها، يعني ان الاسعاف بس مش ملحمه، لا ده في شهداء. بالظبط. هلا وبعدين تاثير كورونا عليكم قاسي. بالظبط. اتفضلي. عايز اقول ان طبعا جائحه كورونا هي جت على كل يعني كان حمل رهيب جدا على منظومه الصحة في مصر. مظبوط. احنا لغايه النهارده حضرتك ممكن ناس مش عارفه الكلام ده، احنا لغايه النهارده اجتماع يومي مع معالي الوزيره مع القيادات مع اكتر من 350 مستشفى بفيديو كونفرنس لساعة وساعتين. احنا بنروح بيوتنا مثلا 9-10 بالليل بيبدأ الاجتماع. عندك شهداء في الكورونا؟ احنا عندنا شهداء في الكورونا، عندي 22 شهيد من الكورونا. 22 شهيد. واتصاب اكتر من 1700 سائق بين سائق ومسعف. اصابة 1700. بس ربنا الحمد لله يعني شفى يعني الحمد لله كلهم، وعندي 22 شهيد في كورونا. وعندك احداث الارهاب ايضا كان عندك شهداء؟ عندي في شمال سيناء عندي 7 شهداء. يعني عندك 22 شهيد كورونا و7 شهداء ارهاب. بالزبط. يعني انت عندك ملحمه يعني. تمام هو ده اصل احنا مصريين. لا وانت على خط المواجهه. بالظبط. يعني انت على خط المواجهه. بالظبط. طب انا يعني انت طلبت مني حاجتين، ناس توسع السكه شويه وبطل بلاغات كذبه. بالظبط. خلاص. ونترحم على ارواح الشهداء.
هل عامل شغل؟ هل بقى عليه اقبال؟ هقول لحضرتك، والاسعاف النهري حلقه بتكمل بعضها مع السيارات، لان انا باخد في اماكن في الجمهوريه كتير جدا ما بتقدرش توصلها عربيه الاسعاف، زي الجزر، زي جزيره الدهب جنبنا هنا، جزيره الوراق، المشاكل اللي بتحصل فيها، فالجزر دي لا يمكن ان عربيه الاسعاف توصل لها. فالحل الوحيد اللي طبعا الهيئه وساعد ليه ان هي توفر وسيله نقل امنه عن طريق زي سياره الاسعاف، بس يبقى لانش اسعاف في النهر يغطي المجرى الملاحي وينقل الحاله من الجزر دي يوصلها لاقرب، على اقرب مرسى، عربيه الاسعاف تاخد مني تدي لاقرب مستشفى. يعني انت بتنقل من الحتت اللي ما تقدرش تخش فيها العربيه او اسلم عربيه تسلم تدي المستشفى، او معهد نصر بسلم انا، بيجي اطقم العربيه يستلموا مني في مستشفى الساحل معهد نصر، بقف على المرسى بتاعي الخاص بيا بسلم للمستشفى على طول. يعني انت ممكن تسلم لمعهد نصر عن طريق الاسعاف النهري. بالظبط. عندك كم وحده اسعاف نهري؟ انا عندي دلوقتي على مستوى الجمهوريه 11. في عندي هنا 2 في الجيزه، ده في واحد منهم بيروح حلوان طبعا يتمركز لو في اي حاله، او في حلوان كمان. انا بغطي من اول حلوان لحد القناطر الخيريه في القاهره الكبرى عن طريق حلوان، الجيزه، الساحل، معهد نصر، القناطر الخيريه. انا رابط نفسي بكل ده. هل في اختصار في الزمن؟ يعني في اختصار، هقول لحضرتك يعني مثلا من هنا المعهد نصر تلت ساعة بالعربية، بس في وقت الذروة ممكن ساعة ونص وساعة لحد اللانش، تلت ساعة بالظبط، 15 دقيقة اي وقت بالنهار بالليل في الحالات الحرجة. من حلوان لمعهد نصر حوالي 22 دقيقة بالظبط، عشان نبقى صراحة ممكن تبقى 20-25 في الوقت ده بالظبط. فهي عامل قوي جدا بالنسبة لوقت الذروة، وبالنسبة للجزر اللي العربية ما توصلهاش، وبالنسبة للعائمات المائية زي الفنادق العائمة والحاجات دي برضو لو حصل اي مشكلة بيبقى صعب انها ترسى على مرسى لو في اي حد عنده انت رايح على خاطر. فانا زي اللي هناك دي مثلا اقدر اروح لها في اي وقت. انت تروح لها دي لو ماشية في المية ما اقدر اوصل واقف جنبها ارسى واخد الحالة بتاعتي. الناس بتاعتنا برضو الاطقم اللي شغاله على اللانش زي نفس المسعفين اللي على العربيه، بس بنزودهم ان هم واخدين دورات في الحمايه المدنيه والملاحه النهريه. بس اكيد لازم يكونوا يعرفوا يعوموا، ده 100% لازم. مش بنقص في الميه، بس اضعف الايمان انا بقول له انت لو وقعت تنقذ نفسك. بالظبط. بس انا ما بنزلش اجيب من الميه، الدفاع المدني والمسطحات بتديني لو في حاله غرق او اي حاجه، بس اضعف الايمان لازم يكون بيعرف يعوم. جميل. لازم تكون لياقته كويسه جدا. لان هو مش زي العربيه، ده بينزل من لانش سقالة وبيشيل، يعني يكون لياقة بدنية قوية جدا. يعني طقم اللانش قد ايه؟ طقم اللانش بيبقى عندي سواق وعليه 2 مسعفين. 2 مسعفين؟ 2 مسعفين. ايوه. في دكتور؟ لا، دكتور مرافق لا، زي العربيه لو في الحاله استدعت بنستدعي دكتور من الهيئه. كويس. عندي اسعاف ارضي واسعاف نهري، اعتقد ان انا لازم اسال عن اسعاف الطائر. جوي. موجود فعلا يا فندم بالفعل. موجود. يعني الموجود بالفعل. فهي الهيئه تملك طيارتين موجودين. بالظبط كده، دول موجودين. موجودين لكن موجودين وشغالين بنفس المعنى. بالفعل يا فندم بالفعل. دول موجودين، فاحنا بنحاول نكمل كل حاجه، يعني جو وبحر وكل وارض كله تمام الحمد لله يا فندم. قالت هيئة الإسعاف المصرية طبعا احنا عارفين في ظل الظروف جائحة كورونا.